عليكم. معكم هبه فوزي من جمعيه شعلة مخيم الانبعاث. كنرحبوا بكم، جينا هنايا باش نتعرفوا على اجواء المخيم. يلا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن لي نسولك؟ ممكن. واخا تعرفي لنا راسك؟ انا اي الدنيا من مخيم الشعلة. ممكن تقولي لي علاش خصها هذه الجمعيه بالخصوص؟ حيت هي جمعيه كتعاون على الحقوق وكتعاون الاطفال باش انهم يتعلموا ويعتمدوا على رؤوسهم. ممكن تقولي لي شنو هما النشاطات اللي عجبوك في هذا المخيم؟ جميع الأنشطة، من ضمنهم الأنشطة الصباحية والأنشطة المسائية وكذا الخرجات وبزاف ديال الحوايج. أحسن نشاط عجبك في هذا المخيم؟ الأنشطة البحرية. كيفاش جاوك هاد الخيام اللي دايرين هنايا؟ هاد الخيام مزيانين وكيعاونونا بأننا نحسوا بأننا ماشي حنا في الدار، حنا في مخيم. دابا غادي نمشيو عند أحد الأطر الناشطين عندنا بزاف، غنمشيو عند فاطمة الزهراء. السلام عليكم، معكم فاطمة الزهراء قلشاوي فرع خريبكة. كنتواجد مخيم جمعية الشعلة للتربية والثقافة، اللي هو مخيم غني بزاف الحوايج، منهم ما هو تربوي وما هو جمعوي. في هذا المخيم كيتواجدوا اطفال بزاف منهم من جميع المدن، منهم اطفال اللي هما كيتواجدوا في العالم القروي، جاو مخيم الشعلة باش يستافدوا بزاف الأنشطة ويتعرفوا على حوايج جداد. مؤثرة فاطمة الزهراء، ماذا أضافت خريبكة سكيلز لهذا المخيم؟ بالنسبه لي انا خريبكة سكيلز شي حاجه اللي هي كبيره، حيت اصلا كنوجه لهم الشكر الكبير حقاش بسبب خريبكة سكيلز جابوا اطفال من العالم القروي كيستافدوا من هذا المخيم وكيتعرفوا على بزاف الحوايج كيف قلت. شكرا فاطمة الزهراء. دابا غادي نتحولوا لاحدى المستفيدات من خريبكة سكيلز. مرحبا بك. الله يبارك فيك. ممكن تقدمي لنا راسك؟ معك نهيلة التابشي، من مستفيده مع جمعيه شعلة مخيم. وتقولي لنا علاش جيتي لهذا المخيم؟ جيت من اجل المراح المتعه، تستافدي بزاف ديال الحوايج ما كنتيش عارفاهم، تعيشي روح التخييم. في جمعيه الشعلة ديما كتميز بزاف ديال الحوايج. كنقول شكرا لخريبكة سكيلز بزاف اللي بفضل ديالهم حنايا في هذا المخيم رائع جدا، وشكرا. شكرا نويلة. نتمنوا اننا نكون عطيناكم معلومات قربتكم من مخيم الشعلة، وشكرا. إذا شكرا المذيعة الذي كانت معنا من قبل، والآن نتواجد بشاطئ أكادير أفلا، وهناك بجانبنا يتواجد جبل مرسوم عليه الله الوطن الملك، وهناك تواجد معنا المؤطرة أو الأستاذة. الاسم ديالك الله يخليك. سكينة بونا من مدينة رودانت، معكم مؤطرة ديال الأطفال وليدات خريبكة، وكنقدم لكم دابا واحد النشيد مع الأطفال. شكرا لك. والان شحال يعجبني بكل ما في لعب وتربيه وتربيه، شحال يعجبني يعجبني مخيمي، لا 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 يعجبني مخيمي، شحال يعجبني يعجبني مخيمي. ودائما مع الأنشيد غادي نمشيو لفئة الصغار أو الأطفال مع مؤطرهم. السلام عليكم، تحية تربوية للجميع. الاسم الكامل زهراد عيسى، السن 16 سنة. صراحة المخيم بمدينة أكادير، كنشكر الطاقم التقني اللي سهر معنا، وكنشكر الإدارة المشرفة على هذه المرحلة الثالثة بمخيم أكادير. شكرا السيد عيسى. والآن سوف نتعرف على نشيد من أناشيد مخيم أكادير أفلا. نطيرو ولا صحديك وصلى، هيا ليام الخيام قوموا واتركوا الأحلام، هيا هيا للعمل بالجد والأمل، بالكفاح والصمود بالعقل والروح، هيا هيا للأمل بالجد والأمل، بالكفاح والصمود بالعقل والروح. غنى الطير وولى صاح الديك وصلى، يا نيام الخيام
قوموا واتركوا الاحلام غنى الطير وولى صاح الديك وصلى يا نياب الخيام قوموا واتركوا الاحلام. شكرا جزيلا المؤثر عيسى وكنشكروك على هذا النشيد اللي قدمتيه لنا دابا. نيران وطوفوا بين الاغصان اشعل اشعل النيران وطوفوا بين الاغصان واقطفوا زهر الرمان واقطفوا زهر الريحان واقطفوا زهر الرمان واقطفوا زهر الريحان. شكرا جزيلا على هذا النشيد الحركي وفلا وغادي نمشيو باش نطرحوا بعض الاسئله على الاستاذ. كنشكروا الطاقم التقني اللي كيسهر على الاكل ديال الاطفال وبصفه عامه، كنشكروا مركز خريبكا سكيلز، كنشكروا الاطور ديال مركز خريبكا سكيلز، كنشكروا الناس ديال بوجنيبه اللي تاقت فينا وصيفطاتنا عطاتنا الطاقه فينا وخلاتنا وليداتهم، وكنشكروا الطاقم التقني ديال الاعلام. اني هذا المخيم وهذه البادره التي قام بها اخواننا في خريبكا هي بشراكه مع مركز خريبكا سكيلز، وهذه يعني كما قلت بادره تحسب لاخواننا في فرع خريبكا، بحيث ان اطفال هذه المنطقه وكذلك العالم القروي شاركوا في جميع مخيمات الشعله في المرحله الاولى والثانيه والثالثه، ونتمنى ان تتطور هذه الشراكه وان تصبح يعني ان تعطي ثمارها ان شاء الله. كيف ما شفتوا معنا تعرفنا على كل المراحل اللي كيدوز منها مخيم اكادير أوفلا وشكرا. بقول